هي ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. يا مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومين. زي ما حضراتكم متعودين بكون معاكم من الساعة 1 للساعة 2:30 على الهواء مباشرة. يوم السبت خاص بالشيف سامح صبحي بيعمل لحضراتكم فيه أشهى وأطيب الأكلات، وسلسلة حلقات كده ماشيين علينا ليها حوالي 3-4 حلقات. إيه الأخبار يا شيف منور؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. مساء الخيرات على حضراتكم. زي ما بنكمل برضو النهاردة بنكمل بقية الحلقات بتاعتنا. النهاردة الحلقة 3 على كارت، داخلين المطعم بنطلب اللي بنطلبه هنلاقيه هنا النهاردة. النهاردة هناخد واحد فيليه مشوي على بوريه كده، وهناخد واحد كانيلوني، وهناخد واحد كانيلوني حلو. انت طلبت خلاص تمام كده؟ هنبتدي نعمل تمام، يلا ونشوف. واعتقد الكانيلوني الحلو اللي انا هعمله دلوقتي اعتقد انه ما طلعش في حته قبل كده، تابعونا وان شاء الله نعمل حاجات ما اتعملتش في اماكن تانية. نبدا بقى دكتوره. احنا معانا الكانيلوني. الكانيلوني جاهز، احنا قلنا احنا جايبين الكانيلوني النهارده، انا جايبه جاهز، هو بيتباع في اي سوبر ماركت. افضل من عجينه الكريب والحاجات اللي هي بتبقى تقليد الكانيلوني، ده الكانيلوني الاصلي. لو احنا عايزين نعمله كده في البيت بيبقى دقيق سيمولينا وبيض بس هو ليه عجانة ومكنة مخصوص صغيرة كده ليه بتتحط فيها. أي حاجة تانية غير اللي أنا بقولها دي تأليف وحاجات بتبقى بدايل. الكانيلوني الأصلي بيتعمل دقيق سيمولينا وبيتعمل بالبيض وبيتحط في عجانة شبه العلبة دي كده، وبتعجنه وبتخرجه، ليها وشوش زي وشوش المفرمة بتاعت اللحمة، بتتركب وشوش اللازانيا وشوش المكروني والريفيولي والفيتوتشيني والحاجات دي كلها بتطلع بالاشكال بتاعتها، هي العجينه واحده بتطلع كلها. لكن احنا النهارده جبناها سهله ورخيصه وارخص من اللي هتتعمل في البيت في التكلفه وفي في الكلام. احنا هنشتغلها نيه. ماشي، ده كده الكانيلوني الحلو يا شيف هتبقى. لا، ده الكانيلوني الحادق عشان هناخده ندخله في الفرن ونشوف القصه هتعمل ازاي. احنا المرة اللي فاتت عصجنا اللحمة بتاعت اللازانيا. طيب احنا ممكن بس نطلب من اندرو نشوف المقادير مرة تانية. اوكي، بس المقادير انا ماليش، يعني انا بحط المقادير وبعدين بشتغل، انا بزود او بنقص، فخليكوا تابعونا عموما عشان الناس تبقى متابعة. بالظبط، تابعونا كده وشوفوا القصة تمشي ازاي. احنا المرة اللي فاتت عصجنا اللحمة المفرومة بتاعت اللازانيا، هي بنفس الطريقة، بنفس التعصيجة، بنفس كل حاجة، اللي هي الزبدة، المستكة، اللحمة، البصل، الجزر، الملح، الفلفل، بهارات اللحمة، الكزبرة الناشفة، شوية القرفة، وبنحط عليها ريحان. معانا صوص الطماطم. احنا قلنا بنعمل الطماطم بتاعتنا بنسلقها سليمة في مية قليلة، وبعدين بنضربها في الخلاط من غير المية خالص، وبنصفيها، بيطلع معانا معجون البوريه بتاع الطماطم ده. وبالقشر بناخده بنعمله بمية تاني وبنخفه، بدل ما نزود مية بيبقى معانا الطماطم الخفيفة دي. فهنحط الاتنين على بعض دلوقتي وهنشوف القصة تمشي ازاي. نحط هنا الاول شوية ملح وشوية فلفل اسمر فقط لا غير كده، وبعدين نقلبهم ونشوف هنمشي الدنيا ازاي. تمام كده، ملح وفلفل اسمر على صوص الطماطم بس. صوص الطماطم تمام ده كده. أوكي. الكانيلوني الحلو الحادق، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه والشيف بيشتغل. تمام، فاللي زودناه على اللحمه المتعصجه بتاعه اللازانيا بتاع المره اللي فاتت ان احنا حطينا عليها جبنه موتزاريلا. حطينا عليها شويه جبنه موتزاريلا. كويس، هناخد معانا شوية لحمة من دي كده على تعصيجة اللحمة جبنة موتزاريلا. هناخد شوية لحمة من دي كده بنفردهم في الصينية مع شوية صوص طماطم. يبقى أول حاجة تعصيج اللحمة عادي جدا زي ما حضراتكم بتعملوها عادي، بس الشيف حاطط عليها الجبنة الموتزاريلا. بالظبط كده. هنحشي الكانيلوني عادي زي ما بتحشي أي حاجة.
انا بس حبيت اعملها في الاول يعني عشان يبقى ايه، هي تاخد وقت يعني قد ايه يا شيف كده؟ عشان وقت التعصيق بس بتاع اللحمه، لكن وقت التعصيق بتاع اللحمه لو انت عايزه تعصجيها مظبوط زي ما احنا عاملينها كده بتاخد حوالي نص ساعه على النار. لا انا بتكلم على سوى الكانالوني. حوالي ثلث ساعه ونص ساعه في الفرن. اوكي كويس. وزي ما هنعمل الكانالوني الحادق هنعمل الكانالوني الحلو، وهيبقى حاجة جديدة وجميلة وبنفس الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت، والتكلفة بتاعتها برضو هتبقى مش كتيرة يعني. وهنشوف القصة تمشي معانا ازاي. ماشي، حلو حلو ان احنا برضو من نفس الحاجة نقدر نعمل منها الحلو والحادق، يعني الكانالوني الحلو نقدر نعمل منه برضو كانالوني الحاد. انا بفكر حضراتكم بارقام التليفونات على الشاشه للي عايز يتواصل مع الشيف، عندكم اي حاجه عايزين تسالوا عليها سواء في الحلقات اللي فاتت او في الحلقه النهارده، يعني احنا معاكم والشيف هيجاوبكم على اي حاجه انتوا عايزينها. عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان المكرونات كلها يا جماعه بنعمل بيها حاجات حلوه كتير جدا، اصناف حلوه كتير وبتبقى ظريفه جدا، من الحاجات اللي بتبقى الأطفال بيبقوا ملهوفين عليها جدا، لأن بتتعمل بأصناف كتير يعني، وبيتعمل منها مقرمشات وبيتعمل منها حاجات كده، هنعمل منها كل حاجة كمان. أنا كنت بس عايز أعمل النهاردة الآيس كريم اللي أنا وعدت بيه الناس، لكن معلش هنعمله الحلقة الجاية، النهاردة بس هنعمل الكانالوني الحلو عشان إيه فرصة أن معانا الكانالوني نفسه المكرونة، فقلت أن يعني مفيش داعي نأجلها الحلقة تانية، هي المناسبة موجودة فنشتغل بيها على طول. احنا خلينا نخصص حلقه للايس كريم بس يا شيف، ينفع ولا ايه؟ ينفع طبعا. ينفع طبعا نعمل حلقه ايس كريم، ممكن دي تبقى افضل يعني، دي تبقى افضل، ممكن نخليها قريب. حاضر، نعمل حلقه كامله للايس كريم مفيش مشكله، لان هي فعلا بتبقى عايزه كده، لان هنعمل ونبرد ونجمد وبتاع اوكي حاضر، يبقى افضل، انت شغاله معانا تمام. زي ما كده انت يعني الحلقه كانالوني النهارده خليها تعتبر ان احنا نمسكها حاجه كده. تمام، حلو قوي وسهل يا شاف، يعني برضو مش بياخد وقت كتير. لا حتى مش بياخد وقت كتير في التكييف في التجهيز يعني. لا مش بياخد وقت كتير، وهي علبه واحده على فكره تكفي اسره يعني. هي علبه الكانالوني بتبقى فيها حوالي 15 او 16 قطعه يعني، يعني هتكفي حوالي 3 في 4 يعني تكلف حوالي 4 او 5 افراد يعني. جميل كويس. حاجات صنف من الاصناف اللي انا بحبها جدا، و قيم وشيق جدا وطعمه شهي جدا. واللحمه دي متعصجه على الاخر يا شيف صح؟ انا معصجها حاطط فيها معلقه بوريه طماطم، ومعصجه زي لحمه اللازانيا اللي احنا عصجناها المره اللي فاتت، زي ما احنا قلنا عملناها بالبصل المبشور، انا بفضل البصل المبشور، بصلايه كبيره نص كيلو لحمه، حلو كده نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه كبيره، جزرايه كبيره، فص مستكه، فصين ثوم، بننزل بيهم في الطاسه، وبعدين بناخد التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات لحمة وشوية كزبرة ناشفة، وبنحط عليهم سنة قرفة، لأن دايما الحاجات اللي هي بيبقى فيها لحمة معصجة أنا بحب أحط فيها قرفة، سواء جلاش أو حلو أوي، بتديها تيست حلو. جدا جدا، القرفة حاجة من الحاجات الجميلة جدا. مستكة طبعا، حاطط مستكة ولا ما حطيتش مستكة؟ طبعا، دي أساسي، المستكة والزبدة أساسي اللي انت بتحبيهم وبتعكسيني فيهم، دول على طول انا مش بيفرقوني هما، ودبس الرمان وعسل النحل، احنا قلنا كده من اول حلقه طلعنا فيها، في حاجات دايما شابكه معايا كده وما بتمشيش من عندي، اللي هي دبس الرمان وعسل النحل والمستكة. طيب شايف لو في حد ما عندوش مثلا الكانيلوني الجاهز يعمل ايه؟ بنعملها بعجينة الكريب، البدايل بقى بنعملها بعجينة الكريب، وفي ناس بتعملها بعيش التورتيلا، وفي ناس بتعملها بعيش الصاج، وفي ناس بتعملها بالرقاق الطري، وفي ناس بتعملها يعني بأي عجينة بتتلف عشان تلفها وتحشيها اللحمة المفرومة وتحطها، بس كل دي بدايل، دي الكانالوني الأصلي
اللي احنا بنشتغلها دي الاصلي، اللي هي الاصلية وبالطريقة الاصلية. كويس؟ تمام. في ناس بتعملها بتسلق الكانالوني، بس انا ما بفضلش، هي الصح بتاعها ان احنا بنعملها كده نية زي المكرونة يعني. وبيطلعوه يفردوه، بتقصة طويلة عريضة ملهاش اي داعي. الداعي بتاعها ان هو بيسهل على نفسه الشغل، او بيبقى خايف ان هي ما تستويش منه، فبيعمل حاجة كده ممكن تقلب معاه بنتيجة عكسية، ان هو ما يعرفش يحشيها. يعني ايه يفردوها؟ يعني بتفتح دي بدل ما هي مدورة، بدل ما هي استوانة كده؟ بيعملوها بعجينة اللازانيا كمان، يعني بيسلق عجينة اللازانيا وبيلفها. عجينة اللازانيا بتبقى ورق مفروض، بيسلقها وبيلفها باللحمة المفرومة، وبتبقى كويسة وبتبقى أصلية برضو. دي اللي هي عجينة اللازانيا المفكوكة. لكن لو احنا هنشتغل بالبدايل، البدايل اللي انا قلت عليها اللي هي عجينة الكريب او عجينة العيش الصاج او عيش التورتية التورتيلا يعني، او عيش الرقاق الطري، وده من الحاجات الكويسة برضو. وهنعمل برضو الرقاق ده، وهنعمله بشكل كويس جدا، وهنشوفه عامل ازاي معانا، وهيبقى زي الفل. حلوة قوي. يبقى اول حاجة تعصيجة اللحمة العادية خالص زي ما حضراتكم بتعملوها في البيت عادي جدا. الشيف بيزود على تعصيجة اللحمة الجزر، بتديها لون وفي نفس الوقت بتزود الكمية، صح يا شيف؟ بالظبط كده. بنزود الكمية بتاعتها بالجزر، بتزود الفايدة كمان يعني قيمة غذائية زيادة كمان. والطعم بيسكر شوية، لان الجزر بيسكر الكلام وبيخليه 10 على 10، وبيديني قيمة غذائية. ولو الاطفال ما بتاكلش الجزر، احنا بنخبيه جوه اللحمة. ايوه، فبيبقى القيمة بتاعتنا موجودة معانا. حلوة. ودي حاجة من الحاجات اللي بتبقى كويسة جدا، وبتزود القيمة والطعم والكلام ده كله. هنكتفي بعلب. احنا بقى على حسب مثلا عازمين حد ولا حاجة، فبنبقى اعملي حضرتك الكمية المناسبة لحضرتك او مناسبة للعدد. الكمية اللي احنا بنعملها دي تعمل 5 أو 6 ترانشات 10 على 10، هتبقى من هتشوفوا شكلها عامل ازاي دلوقتي. فاحنا هناخد برضو شوية اللحمة دول كده، نحطهم كده على الوش معانا كده اضافة يعني. ده خلاص كده خلصت؟ خلاص كده. يبقى كده اول حاجة الكانالوني الحادق. اللي ما تابعش معانا من بداية الحلقة، الحلقة بتبقى موجودة كاملة على صفحة هي ومي وصفحة ميسات، موجود الحلقة كاملة وموجود مقاطع لكل حاجة الشيف اشتغلها لوحدها. يعني هتلاقوا الكانالوني الحادق لوحده، هتلاقي الكانالوني الحلو لما نعمله لوحده، كل حاجة لوحدها. هننزل بقى بالصوص الطماطم بتاعنا اللي هو صوص الطماطم الخفيف، عشان ياخد معانا الوقت بتاعه. هناخد الصوص البوري ده على الوش. ده برضو افكر الناس ان هو الشيف حط ملح وفلفل بس في الصوص الطماطم كده. ممكن ناخد معانا شويه ميه مغليه، نخف دول كده شويه، مش عايزين نزود الميه فيها كتير. عشان هي مش بتبقى يعني، هي مش بتحتاج ميه، مش بتحتاج ميه كتير، هي بتستوي في الصوص بتاعها. وهندخلها الفرن، هتاخد معانا تلت ساعة نص ساعة، وبعدين هنطلعها تاخد وش جراتاه، وبعدين تمام. حلو قوي كده. أول حاجة الكانالوني الحادق الشيف ورانا نعمله ازاي، طريقته بسيطة خالص. واللي مش متوفر عنده الكانالوني الجاهز، ممكن ان احنا نعمله في البيت زي ما الشيف قال، بعجينة الكريب أو عيش التورتيلا أو أنواع العيش اللي الشيف قالها. يعني ما نوقفش نفسنا في المطبخ على حاجة. بالظبط كده. هنعمل ايه تاني يا شيف؟ هناخد بقى معانا الكريمة الحلوة. اوكي كده خلاص خلصنا ال بالظبط. هنولع بس على البطاطس البوريه اللي هي اللي هنحطها تحت الفليه. خلي بالك منها. ماشي. اوكي، هنحطها كده تاخد معانا السوا بتاعها. وبعدين هناخد معانا الكانالوني الحلو، هنطلعه بس نجهزه عشان يبرد. الكانالوني الحلو هناخده نفس الكانالوني اللي احنا بنعمله ده، هو هو، بس هنقليه في الزيت زي ما هو كده، هو سليم كده. زيت سخن طبعا. زيت سخن طبعا، هننزل بيه في الزيت السخن. بس هو ما بيعملش بقى عشان ناشف، فمش هي مش هيطش يعني. كويس.
هنقليه في الزيت السخن وبعدين هنعمل له كريمه، كريمه القشطه اللي هي بنحشي بيها كل الحلويات، لكن احنا هنعمل عليها اضافه عشان تبقى كريمه هشه كده وجميله. وهنشوف هتطلع معانا عامله ازاي. طيب مقادير الكانيلوني الكريسبي بالقشطه قدام حضراتكم على الشاشه. كده خلصنا الكانيلوني الحادق وهنعمل الكانيلوني الحلو. تمام يا شيف، ده صنف من الاصناف الجميله جدا. لازم يتقلي صح؟ يتقلي او بس هو يتقلي افضل يعني، واحنا بنطلعه على مصفى بيتصفى يعني فما بيبقاش فيه منه مشكله. هو اخد لون بسرعه كمان يعني، مش بيغيب في الزيت. هو مش بيغيب في الزيت واحنا مش عايزين نغيبه ولا نغمقه. يعني ذهبي كده بالظبط. دي سمولينا، ده احنا بنعمل بيه برضو عجاين زي لقمة القاضي وزي الحاجات دي كده وبنقليها برضو، فهو في القلي بيبقى كويس يعني وما بيشربش زيت، عشان برضو نبقى عارفين الكلام ماشي ازاي. ماشي جميل، ده سريع برضو اعتقد. اسرع حاجة ممكن تعمليها وانت واقفة في المطبخ. هو كده خلاص استوى يا شيف ولا يحتاج تسوية تانية؟ لا خلاص كده كده استوى. بس هتشوفيه بس في الاخر هيبقى عامل ازاي. بس انا مطلعه عشان يبرد، عشان الكريمه اللي هنحطها جواه بارده فلازم اعمله في الاول عشان يبرد معايا. يعني احنا كده من نفس الصنف عملنا الحادق والحلو. بالظبط كده. وانا بعمل كده ليه؟ انا بختار حاجات مش حلويات رسميه وتقليديه، انا بختار اللي في ايدي اللي بعرف اشتغل بيه، مش اللي بعرف اشتغل بيه، اللي هو بيبقى موجود قدامي تحت ايدي جاهز، مش بحتاج له تجهيزات وتحضيرات تقعد فترات طويله يعني. فبناخد اسرع حاجه واخف حاجه واجمل حاجه، وبيبقى الطعم مميز ومختلف، وبتبقى حاجات مش متداوله دايما عند كل الناس يعني. هي الفكرة حلوة يا شيف، لأن ممكن مثلا تحصل مثلا زنقة فجأة، ولا إن حد يتعرض لموقف بالظبط، هتطلعي حاجة تعمليها. عايز أعمل حلو ما عنديش مثلا حاجة أعملها حلو، فممكن الواحد يصرف نفسه يعني في المطبخ. بالظبط كده. فدي من الحاجات اللي هي سهلة وسريعة. هناخد بقية الحاجات بتاعتها. دي الكريمة بقى، هنبتدي نشتغل بقى في الكريمة. انت تقريبا اخترت الكانيلوني الحادق الحلو ده مخصوص عشان تعمل الكريمة كده. عشان احنا عشان احنا عملنا الكريمة ضربناها قبل كده بس في حلقات متأخرة يعني. فعشان كده بدلت انا النهاردة، عصقت اللحمة قبل الحلقة وقلت هعمل الكريمة في الحلقة ونشوف هتتعمل ازاي، عشان في مرات كتير حضراتكم مش بتشوفوا الكريمة اتحضرت ازاي، او ده كريم شانتيه بالظبط. هيبقى يعني فهنشوف بقى النهارده هنعمله ازاي، عشان في بعض الحلقات ما بنبقاش بيبقى جاهز على طول. كده خلاص كمرت الكميه كلها. خلاص كده خلاص. هناخد معانا بقى الكريم شانتيه، معانا كريم باودر تمن تقريبا، ومعانا شوكولاته مبشوره، ومعانا جوز هند، معانا سكر، ومعانا سكر بودرة. يبقى كريم شانتيه وسكر وسكر بودرة. تمام كده. هنجيب بقى معانا اللبن المثلج. لبن مثلج. والكريمة والقشطة. طيب يبقى كده الشيف عمل نفس الصنف بطريقتين، الحادق والحلو. احنا كمان في البيت نقدر نعمل كده يعني، ما يكون مثلا متوفر عندنا حاجة واحدة وعايزين نعمل للضيوف حاجات حلوة، فممكن نعمل برضو من نفس النوع، من نفس الكلام اللي احنا اشتغلنا منه. هناخد معانا شوية لبن، بس هناخد قبل اللبن معانا دي كريمة باودر ودي كريمة خفق سايلة، فهنبدأ بيها عشان انا عايزها تقيلة شوية. هنبدأ بيها مع الكريمة الباودر وبعدين نشوف هنزود لبن ولا مش هنشوف.
كريمه بودر وكريمه خف. اللي هي كريمه الطهي يا شيف؟ اللي هي الكريمه، لا لا مش كريمه الطهي، زيها كده كريمه خفق كده. حلو، هناخد معانا شويه لبن متلجين كده حلوين عشان يظبطوا معانا الكلام. خلاص خلصنا الحاجات المقليه. تمام. واللبن لازم يبقى ساقع. واللبن لازم يبقى ساقع. كل حاجه هنا بقى في الكريمه دي لازم تبقى متلجه. يبقى احنا حطينا الكريمه السايله على الكريمه البودر، وحطينا عليهم تقريبا فنجان لبن او كوبايه لبن. بتزود عليها وانت شغال. وانا شغال او قبل ما اشتغل، بس انا بحاول ازود وانا شغال عشان انا عايز قوام معين كده. عايز اوصل لقوام معين كده. وهنحط معلقتين سكر بودره. بقى الكريم شانتيه وكريمه الخفق واللبن والسكر. بالظبط كده. فبصي بقى القوام بقى تقيل، فاحنا هنزود شويه كده نخليه كريمي شويه كده. مش لبن كتير يعني، حوالي نص كوبايه ولا حاجه. نص كوبايه بالظبط. بس انا عايزها كده القوام ده كده. القوام التقيل ده، وهنحط عليه حاجه تانية احنا عاملينها بس عملتها قبل الحلقه عشان انا كنت عايزها تبرد. فاحنا هنعمل حاجه مهمه جدا دلوقتي. طيب احنا اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه، عملنا الشيف النهارده شغال بالكانيلوني، عمل الحادق وسايبينه في الفرن، ودلوقتي بيعمل الكانيلوني الحلو. اول حاجه قلق الكانيلوني، يعني حط الكانيلوني في الزيت الكميه كلها واتقلت وكده خلاص، يسيبه يبرد، وبعدين عمل الكريم او الكريمه اللي هيحشي بيها. تمام كده. تمام. هنبتدي بقى ايه نشوف طبق كده نحط فيه الكانيلوني ده عشان هنعمله بالعسل. هتعمله بالعسل؟ هتحط عليه هقول لك نعمل ايه دلوقتي. معانا القشطه اللي احنا كنا عملناها قبل الحلقه عباره عن ايه؟ مهلبيه، عبارة عن كوبايتين لبن، دول اهما كده، عبارة عن كوبايتين لبن، واخدين عليهم أربع معالق، واحدة نشا، واحدة دقيق، واحدة دقيق سمولينا، وزودنا واحدة نشا عشان أنا عايزها تبقى ماسكة شوية كده عشان أحطها هنا وأقلبها معاها عشان تبقى هي دي القشطة اللي هنحشي بيها. شوف هتحتاج المضرب ده تاني؟ اه حالا. طبعا احنا حطيناها تبرد عشان دي كده القشطه اللي جهزتها قبل الحلقه، لبن وال بالظبط. حطيناها تبرد علشان تمسك كده عشان هنعمل عليها حاجه مهمه جدا دلوقتي. هنحط عليها علبه القشطه دي. لو عندك قشطه وش لبن حطي القشطه وش لبن، لو مفيش قشطه وش لبن انا جايب علبه قشطه، ما عندكيش خلاص يبقى نكتفي وما نحطهاش، هي بتدينا الطعم القيم لوحده. هضربها بقى عشان انعمها عشان تاخد معايا قوام القشطه اللي انا عايزها، واحطها تبرد في التلاجه شويه وبعدين هطلعها احشي بيها، هتبقى عظمه العظمه. حلو كده؟ جميل. هناخد عليها شوية كريم شانتيه من ده، أو هناخد كده كل الكريم. ياه. هي دي حاجة من الحاجات اللي صنف، على فكرة صنف فخم جدا ودسم جدا.
يعني انت كده جهزت المهلبيه لوحدها. مهلبيه ممكن عادي زي ما بتشتغلوها في البيت، اللبن بس مهلبيه تقيله شويه. لبن والنشا، وبعد كده ضفت عليها القشطه وضربتهم، وبعدين حطيت عليها الكريم شانتير وكان الشيف مجهزه بالكريمه الخفق والسكر، وضربهم مع بعض لغايه لما بقى قوامه جاهز ومتماسك، ودمج الاثنين مع بعض في الاخر. بالظبط كده، خلاص كده هو ده القوام اللي احنا عايزينه. حلو قوي. احنا هنا ضايفين سكر حوالي معلقتين بس. بالظبط معلقتين سكر بودر. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، قوام القشطه ده كده. هندخله بس التلاجة 5 دقايق وبعدين نطلعه ونشتغل بيه. طيب جميل كده. الكنالوني الحلو اتشاف. اول حاجة الكمية الكنالوني حطها تتقلي، وبعدين بعد ما اتقلت خلاص بيسيبها تبرد شوية لغاية لما يجهز الكريمة تكون بردية كمان، ويحشي بقى. او نشوف دلوقتي هو هيعمل ايه. هنشوف دلوقتي هو هيعمل ايه. خلاص كده يبقى احنا خلصنا. خلصنا الكنالوني بتاعنا وحطيناه في الفرن. خدنا الكنالوني الحلو قليناه، طلع زي ما احنا شايفين كده. هناخد معانا بقى عسل نحل، عسل اسود، دبس تمر، الموجود عند حضرتك. ماشي يمشي. عشان كده مقلل السكر في الكريم. انا مش عايز سكر كتير لان معانا عسل بقى ومعانا حاجات. فاحنا هناخد بقى الكلام ده كده، نحط الجوز الهند كده. حلو ده. حلو كده. شفت الكلام ده قبل كده؟ لا. طيب هنبتدي نعمل انت بتدوق كل مره فطمنا على السوا بقى. لا هو مستوي ما تخافوش. لا هو مستوي ومستوي كويس كمان. العجينه دي مش محتاجه سوا كتير اصلا، بس احنا هنفركش الدنيا دلوقتي. احنا ممكن نعملها بمكسرات لو ما فيش جوز هند، صح؟ الموجود عند حضرتك اشتغلي بيه. انا ما برتبطش بحاجه وما برتبطش بقوانين في الاكل. اللي بيجي على مزاجي بعمله، واللي بيجي على مزاجي وبيستساغ في الاكل باكله. يعني هو الكلام كده، كل حد ياكل الحاجه اللي بيحبها بالطريقه اللي هو بيحبها. بالظبط كده. ممكن ما عندكيش جوز هند حضرتك حطي سمسم، ما عندكيش سمسم حطي فول سوداني مجروش، ما عندكيش فول سوداني مجروش حطي شوكولاته مبشوره، ما عندكيش شوكولاته مبشوره ما تحطيش حاجه، اعمليه بالعسل وخلاص. حلو قوي. حلو كده. طيب احنا كده يا شيف عملنا الكنالوني الحادق في الفرن، والشيف شغال في الكنالوني الحلو. مستأذنك نطلع فاصل برضه، الفقره راحت صح. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.